الإمام الكاظم سلام الله عليه، سلام الله عليه، في الحقيقة كل من يقرأ تاريخه يجد إماما صالحا متقيا عابدا لله عز وجل معطاء للناس، وكان قائدا من القادة الربانيين. بالطبع كان عنده أعداء، وكما في حياته كذلك بعد وفاته. فمن يتبع الإمام الكاظم حتما سيجد هنالك من يتناقض معه ويحاول أن يقضي عليه، أن يمنع زيارته. أنا ما دام أشرت إلى زيارة المليونية أريد أن أقول شيء. نعم. لأولئك الذين لا يفهمون ما يجري في العراق، العراق تعرض لهجمة شرسة ولحكومة ظالمة. هذه الحكومة الظالمة أرادت محو الدين في العراق في الحقيقة، وكانت عندها ثقافتها الخاصة بها، وهي ثقافة علمانية في جانبها الاجتماعي وإلحادية في جوهرها. كيف بقي أهل العراق مؤمنين بالله عز وجل بعد مرور 3 عقود من الزمن، وبعد منع الكتاب بشكل عام في داخل العراق؟ كيف بقي الشعب العراقي مؤمنا بالله وبرسوله ومصليا وصائما وحاجا وإلى آخره؟ السبب في ذلك هو إيمان الشعب العراقي بأئمة أهل البيت. يعني هؤلاء جعلوا محور حياتهم هؤلاء الأئمة الصالحين، ولذلك بقوا مؤمنين ولم تؤثر عليهم جميع المؤثرات الخارجية، والتي كانت في جانب منها كانت مؤثرات عقائدية بفرض السلاح عليهم. يعني كان على الناس أن يتبعوا مبادئ حزب البعث، ومن كان يخالف فكان يقتل. ومع ذلك هؤلاء بقوا مؤمنين. الذي جعلهم صامدين في إيمانهم وباقين على التزاماتهم هو وجود أئمة أهل البيت في العراق، فهم ضمانة دين الناس في العراق، ضمانة دين الناس وبقائهم مؤمنين وجود هذه المراقد المقدسة وزيارتها. حينما يأتي شخص إلى الإمام موسى بن جعفر ويزور الإمام موسى بن جعفر، فهو أولا يعرفه كإمام رباني وليس كحاكم. لم يحكم الإمام موسى بن جعفر مثل الحكام الزمنيين، إنما كان يحكم القلوب باعتبار التزامات الناس بالدين. فتشوا عمن يمثل هذا الدين في حياتهم فوجدوا الإمام موسى بن جعفر، فهؤلاء يعرفون الإمام. نعم. ثم هؤلاء يحبون الإمام، ومن ثم يلتزمون بمنهجه. فإذا كان الإمام موسى بن جعفر لا يترك العبادة وهو في سجن هارون الرشيد، بل يقول: يا رب إني كنت قد طلبت منك أن تفرغني للعبادة، وها قد استجبت لي في دعائي ويتفرغ لعبادة الله 7 سنوات بناء على أقل التقادير، و17 عاما بناء على رواية أخرى في داخل السجن، فقط يعبد الله، فقط يصلي، فقط يسجد. فهو أيضا يقول: أنا الذي أحبه فلا بد أن أكون ساجدا لله، أن أكون مطيعا لله. فهو إذن لا يقترب إلى هذا الضريح باعتباره مجرد إشارة على مقام الإمام موسى بن جعفر، وإنما يتبع عمل الإمام موسى بن جعفر، فيكون مصليا، يكون صائما، يكون حاجا. وبالطبع هنالك من لا يريد للناس أن يكونوا ملتزمين بالله وبمنهج رسول الله وأن يعبد الله عز وجل وأن يطيع الله عز وجل، ولذلك تتعرض هذه المواكب دائما للتفجيرات وقتل الأبرياء.